بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين، ونرجو من الأمين العام التنويه بحصول النصاب. تفضل. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن الحضور في الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور هذا الجلسة هذا اليوم سعادة العضو سيدة هالة رمزي فايز ظرف خاص. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها، وننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام تفضل. رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء أقليمها المرفق للمرسوم رقم 12 لسنة 2020 ميلادي، لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما أختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق به، المرفق للمرسوم رقم 14 لسنة 2020 ميلادي، لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون رقم 13 لسنة 1975 ميلادي بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، لإخطار المجلس بحالته ولجنة الخدمات ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوات دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 ميلادي، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 ميلادي، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، لإخطار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات مع اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة سبيكة خليفة الفضالة بسام إسماعيل بن محمد علي عبد الله العرادي الدكتور محمد علي حسن، اختار المجلس بحالته إلى لجنة الخدمات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بتعديل المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمقدم من أصحاب السعادة صباح سالم الدوسري الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل عبد الرحمن محمد جمشير سبيكة خليفة الفضالة، اختار المجلس بحالته لجنة الخدمات
مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية والمقدم من أصحاب السعادة الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتور ابتسام محمد دلال، منى يوسف المؤيد، عبد الرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن. اختار المجلس بحالته لجنة الخدمات ما اختار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. رسالة سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ميلادي بشأن جوازات السفر لإختار المجلس. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. نأخذ رأيكم النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم رقم 36 لسنة 2018. الموافقون؟ أغلبية موافقة. شكرا. في السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والمقدم من سعادة العضو صباح سالم الدوسري بشأن الإجراءات المتخذة والتطورات التي وصلت إليها الوزارة بالنسبة لإنشاء مركز شباب ونادي وملعب خاص بالنادي في منطقة الزلاق، ورد سعادة الوزير عليه، وطبعا الجواب حول إلى سعادة العضو صباح سالم الدوسري، وهذا مجرد إخطار للمجلس بذلك. ننتقل إلى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2003 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. الأخ المقرر تفضل. أرجو تثبيت التقرير مضبوطا عفوا. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. صار فضلك. رأي اللجنة: تدرست اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيارة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث نصت أنه يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي: مدة الترخيص 3 سنوات، ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح أصحاب التراخيص الصيد فترة زمنية كافية مباشرة لمباشرة أنشطتهم بمرونة من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارا من الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية. معالي الرئيس، أقرأ التوصية ولا؟ أي نعم. في ضوء المناقشات والآراء التي بديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالآتي:
التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المعقدة بتاريخ 5 مايو 2019 فيما إجراء من تعديلات على الدباجة وعلى نص المادة الأولى من مشروع القانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستقلال وحماية الثروة البحرية المعد في اقتراح في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على المجلس المؤقت لاتخاذ اللازم. هل من طالب للكلام؟ سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأخ عصام بن عبد الله خلف. إذا سمحت لي معالي الرئيس أن أوضح وجهة نظر الوزارة وأيضا الجهات الحكومية. إحنا طويل العمر لازلنا على نفس الرأي اللي أوضحناه لكم في السابق، وهو إن إحنا نتمسك في نص المادة مثل ما هي والإبقاء على موضوع سنة واحدة فقط على مثل ما أوضحنا وجهة نظرنا في السابق. أول شيء إن الترخيص بالنسبة إلى الصيد مرتبط ليس فقط في بالنسبة إلى لأن إحنا في الثروة البحرية، وإنما مرتبط في التراخيص التي تصدر من الجهات الأخرى اللي أيضا لها علاقة في الثروة البحرية، خاصة بالنسبة إلى قانون الموانئ وأيضا بالنسبة إلى قانون أو خفر السواحل. فالقوانين اللي عندهم أيضا تنص على أنها سنة واحدة، وأن إحنا نعتقد أن يجب أن تكون القوانين الحكومية كلها متجانسة وكلها في نفس الفترة، ما يصير أن جهة عندها 3 سنوات وجهة عندها سنة، ما يصير هذا الشيء. هذه ناحية. الناحية الثانية مثل ما تفضل سعادة الأخ فؤاد الحاجي، أن موضوع السنة واحدة تعطي المجال إلى الإدارة المختصة في الثروة البحرية على أنها تتأكد من أن الاشتراطات أن هي مستوفية، وأن هناك في فرصة إلى التأكد من أن هاي الاشتراطات مستوفية. وأنا أتفق تماماً باللي ذكره سعادة الأخ فؤاد الحاجي، أن اليوم أمام مسؤولية الحفاظ على الثروة البحرية، ومن منطلقات كثيرة على أهمها وعلى رأسها الأمن الغذائي. فبعدين أيضا موضوع أن يعني مدة 3 سنوات أن هي تشكل عائق ولا تشكل على الصيادين وعلى الهذا، يعني مع كل الاحترام التجديد يعني ما في أي صعوبة، والرسم التجديد هو مجرد 10 دينار في السنة، يعني مو ذاك المبلغ العود، لكن الجزء الأكبر الأهم منه هو التأكد من استيفاء الاشتراطات للترخيص. شكرا جزيلا سعادة الوزير. الأخ دلال الزايد تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، شكر أيضا إلى اللجنة، ولو أني ما أتفق طبعا مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية، ويمكن لما كنا نناقش القانون وقت قبل أن يرد لنا بما انتهى إليه مجلس النواب كان في المضابط يعني واضح موقفنا من نص المادة. طبعا أشكر الأخ الوزير دكتور عصام على ما تفضل فيه، وهذا هو الأسلم فيما يتعلق في المشروع المعروض أمامنا. التشريع مسؤولية، خاصة لما إحنا كسلطة تشريعية يعني تمر علينا بعض المشاريع بقوانين ونتفق حول سياق معين بأن تكون مدة ترخيص السفن وسلامة السفن، وما ناقشنا في هذا الجانب توافقنا على مبدأ المدة السنة الواحدة. لذلك لما نأتي بعد
ذلك ونخلق مدد جديدة تتعارض مع المدد اللي احنا اتفقنا عليها والتي نراعي فيها ويجب أن نراعي فيها مبدأ السلامة، مبدأ الأمن، مبدأ قدرة الجهة المعنية على مباشرة رقابتها وإشرافها بقصد السلامة وبقصد أساساً القانون المنظم لها. اليوم حتى لما نحن نأتي ونرى أن جهتين حكوميتين سواء بالمواصلات بوزارة المواصلات بحكم نقل المرافق، يعني وجود المرافق البحرية لديها، وكذلك فيما يتعلق في إدارة قيادة خفر السواحل باعتبار أنها أيضا مختصة في هذا الجانب، وجاء لنا فعلا تقرير أنهم يتفقان على مدة السنة، خاصة المدة السنة جاءت أيضا بنص مرن بحيث أن تملك جهة الإدارة تقليل هذه المدة وفق الأوضاع والشروط المبينة. ما هي الإشكاليات التي حدثت في هذا الجانب والتي تستدعي رفع المدة من سنة إلى 3 سنوات فيما يتعلق في الترخيص؟ إذا كنا باستمرار نطالب عند حدوث أي أمر ما، أين الرقابة، أين الإشراف، أين التنفيذ بوضع هذه المادة لمدها لأكثر من 3 سنوات، هني راح يكون فعلا خلل لدى جهة الإدارة التنفيذية في مباشرة هذه الأعمال الإشرافية والرقابية. لذلك معالي الرئيس أنا أنتهي إلى إثبات أن يعني فعلا النص النافذ حاليا يحقق الغرض، خاصة المرسوم الذي تم تعديله سنة 2002 المتعلق في قواعد تسجيل السفن الصغيرة، وهذا يعني تم مناقشة عدد من المواد المرتبطة فيها التي استهدفنا فعلا أن نضع قواعد تضمن مسألة السلامة والرقابة وغيرها. لو أطالت تلك المدة سوف تقيب فعلا رقابة الجهة التنفيذية عن التحقق من مبادئ السلامة و المتعلق في الشروط والضوابط عند التسجيل. لذلك أنا أقترح أن نبقي على أن نرفض هذا التعديل الوارد في تقرير اللجنة، وكذلك أن يتم الإبقاء على النص النافذ لأنه هو فعلا نص متكامل يحقق الغرض. شكرا معالي الرئيس. الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة تفضل. شكرا معالي الرئيس. أنا حبيت بس أوضح بعض الأمور بالترتيب. القانون النافذ يحدد أن مدة ترخيص لصاحب السفينة 1 سنة. هذا القانون عندما عدل من مجلس النواب أراد مجلس النواب أن يضع الترخيص لمدة 3 سنوات. بعد ذلك أتى إلى مجلس الشورى. مجلس الشورى بالأغلبية في الفصل في الدور الماضي بالأغلبية تماما وافق على مقترح اللجنة أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات. لم يعترض أحد على أن يكون الترخيص 3 سنوات. فهذا هو المقترح الموجود الآن في التقرير الذي تلاه الأخ المقرر، هو ما يعكس رغبة مجلس الشورى في الدور الماضي بالضبط، والمضابط لو نرجع عليها تحدد هذا الشيء. الاختلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب هو في شيئين: في إضافة مرسوم بقانون يتعلق ب التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة أضفناها في الديباجة، وأضفنا أيضا لنص المادة المعدلة التي تغير الترخيص من 1 إلى 3 سنوات بإضافة عبارة مع أخذ موافقة الجهات المعنية. هذه هي التعديلات فقط التي أضافتها اللجنة والتي وافق عليها مجلس الشورى بالأغلبية في الدور الماضي. فاللجنة متمسكة بقرار مجلس الشورى في الدور الماضي وبالتالي متمسكة بتقريرها. شكرا معالي الرئيس. سعادة الوزير وزير شؤون المجلسين تفضل. شكرا معالي الرئيس، شكرا لرئيس أعضاء اللجنة على تقريرهم، رغم أنه يخالف رأي الحكومة. معالي الرئيس، مثل ما تفضل سعادة الدكتور رئيس اللجنة، تعديل فقط في الديباجة ثم أضافوا وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية. نحن نعتقد أن هذه الإضافة لا تضيف جديدا بالنسبة للقانون، بمعنى أن الجهات المعنية الأخرى كما قلنا قوانينها سواء قانون السفن الصغيرة بالنسبة لخفر السواحل أو بالنسبة لقانون الموانئ بالنسبة لوزارة الاتصالات المواصلات والاتصالات كلها تنص على مدة 1 سنة.
إذن لا أعتقد أن الجهات المعنية الأخرى سوف تخالف قوانين وتوصي بأن يكون التجديد تجديد الترخيص لثلاث سنوات، مع أن قوانينها في الأصل تنص على أن يكون سنة واحدة. فلا أعتقد أن هذه الإضافة سوف تكون قيدا يعني ذا قيمة بالنسبة لهذا الموضوع، لأن أولا كما قلت الجهات الأخرى سواء كان الموصلات والاتصالات أو خفر السواحل قوانينها تنص على مثل هذه الحالات أن يكون تجديد ترخيص لمدة سنة واحدة. بيّن أخي سعادة وزير الأشغال والبلديات بأن، وطبعا هذا مذكور أيضا في مذكرة الحكومة في رأي الحكومة، بأن الثلاث سنوات مدة طويلة ما بين يعني الترخيص وتجديد الترخيص، هذه المدة ممكن أن تؤثر على حال السفينة الصيد وتكون غائبة عن نظر الجهات المعنية خلال ثلاث سنوات، إنما السنة الواحدة مدة مناسبة جدا، أولا متوافقة مع باقي القوانين، ثانيا مدة مناسبة جدا لإجراء الفحوصات في مدد قصير، يعني بدل أن نقوم بثلاث فحوصات للسفينة وحسن أدائها وباقي الرخص المرتبطة بها، بدل أن نقوم بإجراء ثلاث فحوصات في الثلاث سنوات، مطلوب الآن نقوم بفحص واحد خلال ثلاث سنوات. أعتقد المدة كما بيّن سعادة الوزير يعني طويلة بالنسبة لهذا الأمر، وربما في الأخير لا تصب، لأن في الأخير حتى قضية سلامة القارب قبل أن يكون مصلحة الدولة فهو مصلحة المواطن نفسه، مصلحة البحار نفسه أن يكون قاربه يعني مفحوص فحصا فنيا من أصحاب الاختصاص بالنسبة لكفاءته، بالنسبة لعمره، بالنسبة لخلاف ذلك من الأمور الفنية الدقيقة. وهذا طبعا يعني نشاط يكون في البحر وليس على البر، نشاط ممكن أن يؤدي إلى العياذ بالله عواقب وخيمة بالنسبة لمستخدم القارب لما يكون بعيدا عن البر. فلذلك كان رأي الحكومة وإعادة النظر في مشروع القانون للأسباب الواردة في مذكرة الحكومة وما كان بيّن أخي سعادة وزير الأشغال. شكرا مع الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال الزايد مرة أخرى. شكرا معالي الرئيس. بس باختصار أول شيء يعني أتمنى أن عند الرد لمحاضر الجلسات التي ناقشنا فيها بشكل مطول هذا القانون كان ثابت فيه اعتراض مني ومن عدد يعني يمكن 2 أو 3 من الأعضاء مدرج في المحضر، مو بأول مرة نثير هذا الشيء. ولكن رغم ذلك راح أبين نقطة في الجدول الآن المعروض عندنا ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار يختلف اليوم أيضا تمسكوا في رأيهم، واللجنة في مجلس الشورى أيضا تمسكت في رأيها، مما يعني أن لدينا قراراً مختلف عليه من مجلس النواب ومجلس الشورى، وسيؤول إلى مسألة أنه وجوب عرضه على المجلس الوطني للبت فيه. لذلك معالي الرئيس الأسلم أنه يعني إحنا بالنسبة لنا الآن يعني أنا بس أبي أسجل إن أنا أرفض فقط التوصية التي آلت إليه اللجنة في مجلس الشورى وكذلك ما خلص إليه مجلس النواب، فقط للبيان في هذا الجانب. شكرا معالي الرئيس. لا أنا ما فهمت، هل أنت تطلبي أن إحنا نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون اللي هو سنة واحدة؟ ما يعني رفض المشروع يعني هذا كذا اقتراح، ولكن الآن احنا نصوت يعني طبعا بالنسبة لتقرير اللجنة احنا نرفضه ونكتف، وبالنسبة لنا الإبقاء على نص المادة كما هو في القانون النافذ. شكرا معالي. الأخ جمال فخرو تفضل. هو سيد الرئيس في الحقيقة أتمنى من الأخوان في اللجنة إذا هم ما متمسكين بموضوع الثلاث سنوات أن يعيدوا النظر في تمسكهم بقرارهم. التعديلين المقترحين من اللجنة تعديلين أنا أعتقد شكليين، يعني سواء أضافوا إلى صدر المادة القانون الذي يريد أن يضيفوه أو أضافوا إلى المادة الأخرى فقرة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية، لن يغير كثيرا في هذه المادة. ولكن اقتراحهم بالتمديد 3 سنوات اللي وافق عليه الأخوان في النواب ومتمسكين الأخوان في اللجنة سوف يضيع
نتيجة للتعديلات قد لا تكون ذات أهمية كبرى أو رئيسية في هذا القانون. فهم الآن يضحون بالمدة 3 سنوات مقابل تعديلات شكلية. فأنا أتمنى عليهم أن يراجعوا أنفسهم. إذا كان هم يريدون فعلا التمسك ب3 سنوات فلا بد من التضحية مقابل شيء معين. والتضحية هنا تأتي بالتعديل في الصياغة في الديباجة وإلغاء الفقرة. أما في هذه الحالة فأنا هم الآن لن يتمسكوا ب3 سنوات وسوف تبقى المادة كما سوف يذهب هذا القانون إلى الأدراج في انتظار اجتماع المجلس الوطني. أنا هذا اللي أفهمه الآن من ملخص ما قرأت أمام. شكرا سيد رئيس. شكرا جزيلا. أنا بس حبيت ألخص الموضوع أن المشروع القانون قرار الأخوة في مجلس النواب هو أن يكون الترخيص ل3 سنوات. وطبعا مشروع القانون يقول سنة واحدة حتى تتسق القوانين مع بعضها البعض، وهذا ما تفضل فيه سعادة وزير البلديات والتخطيط العمراني والأشغال، وقال لا يجوز أبدا أن يكون قانون سنة وقانون 3 سنوات في موضوع واحد، ولذلك يجب أن توحد القوانين بمدد متساوية. السفينة سنة والرخصة 3 سنوات، معناته كيف تعطي رخصة 3 سنوات والسفينة سنة؟ ويجب أن تفحص كل سنة، وإذا فحصت السفينة ولم تكن صالحة للإبحار فمعناته بأن ال3 سنوات اللي منحت من قبل البلديات تصبح غير واردة. هني الأخوان في اللجنة حاولوا أن هم يوائموا ما بين اقتراح النواب وما بين نص المادة كما وردت في مشروع القانون، فقالوا 3 سنوات بشرط أن يعني يؤخذ رأي الجهات المعنية الأخرى. فهذا أصبح خيار للحكومة أن هي تحددها بالفترة الزمنية التي تريد، بحيث من سنة إلى 3 سنوات وليست إلزامية. يبقى الموضوع عند السلطة التنفيذية في تطبيق هذه المادة. الآن أنا الحقيقة السؤال اللي حبيت أسأله سعادة المستشار قبل ما نمشي، الأخوان في النواب أتوا بمشروع قانون واقترحوا 3 سنوات، الأخوان في اللجنة ومجلسكم الكريم وافق على توصية اللجنة كما ذهبت إلى مجلس النواب 3 سنوات مع أخذ رأي الجهات المعنية الأخرى في هذا الموضوع. هل يجوز الآن وإحنا الآن في بعد ما عاد لنا مشروع القانون من الأخوة النواب أن نغير في التوصية ونرجع إلى توصية المادة كما وردت في مشروع القانون، ولا علينا التمسك بالتوصية كما ذهبت إلى مجلس النواب؟ هذا سؤالي. هل يجوز لنا تغيير التوصية أو التمسك بالتوصية كما ذهبت؟ سعادة المستشار. شكرا معالي الرئيس. وبالتوضيح فقط، القانون النافذ هو الذي ينص على مدة السنة، ومشروع القانون ينص على مدة 3 سنوات. الآن مؤدى التوصية التي بين أيدينا الآن التصويت عليها مؤداه أن المجلسين قد اختلفا للمرة الثانية. قد يكون الحل الأسلم إذا كان مجلس الشورى يريد أن يتريث في فصل المسألة هو أن يعيد، أن يأذن المجلس بطلب من اللجنة أو كقرار من المجلس أن يعيد التقرير إلى اللجنة فتتريث اللجنة، وقد تنتهي إلى أن تتبنى الصيغة التي اقترحها مجلس النواب أو تتمسك بصيغتها. وكان في الحالتين الكل سوف يكون مؤدى ذلك أن المجلسين قد اختلفا، وسوف يكون يعني لا مناص من أنه تفعيل المادة 25 من الدستور وإحالة النص إلى المجلس الوطني. لا أنا ما جاوبت على سؤالي. سؤالي بأن هناك توصية من مجلس النواب. نعم. مجلس الشورى اختلف مع مجلس النواب. نعم.
فذهبت التوصية من مجلس النواب الشورى إلى مجلس النواب. نعم. فمجلس النواب تمسك بما أوصى به. نعم. أتت إلى مجلس الشورى وأيضا مجلس الشورى تمسك بما أوصى به، فهناك في خلاف. نعم. هل يجوز الآن لمجلس الشورى أن يغير من توصيته إذا لم يوافق على توصية مجلس النواب؟ لا، هو الأمر أمامه. هل يستطيع أن يغير في توصيته، يعني أن يتمسك بها، أنا اللي أفهمه، أو أن يوافق على توصية مجلس النواب؟ نعم، الخيار مزدوج، إما أن يتمسك بتوصيته أو أن يوافق مجلس النواب. إذن لا يجوز تعديل. نعم، لا يجوز في هذه المرحلة بمقتضى لا يجوز أن تعدل التوصية. نعم. معناته ليس أمامنا إلا حلين، يا نوافق على توصية مجلس النواب، يا يتمسك بتوصية، يا نتمسك بالتوصية. نعم. كما رفعتها اللجنة. نعم. والموضوع. نعم. يعني أعتقد واضح، هذه من مقتضيات المادة 84 من الدستور. نعم، وهي قطعية، وهي قطعية، سعادة الوزير، دلالة قطعية الثبوت. معالي الرئيس، يعني هذا اللي بس أنا حبيت أوضحه. نعم. أن ترى ليس هناك مجال لتغيير التوصية، أو الموافقة على توصية مجلس النواب، أو التمسك نعم. بتوصيتنا. تفضل. طال عمرك استفسرت وأجابك سعادة المستشار، بينت لك دلالة أظن المادة 84 لا يجوز إجراء تعديلات. هذا طبعا تعقب أن كلام الأخ جمال لما قال يعني ترى اللجنة تشيل التعديلات الشكلية على أساس أنها تتوافق مع النواب. سؤالي طال عمرك، هل الخيارين فقط أن نوافق على رأي النواب أو نوافق على رأي الشورى، أو ممكن أن نرفض رأي الشورى، عفوا رأي لجنة الشورى؟ يعني لجنة الشورى قالت لنا بنص، هل بإمكان المجلس أن يرفض دون أن يبدي أسباب؟ يعني لا يقول نرجع لنص أصلي. لا لا أبو فضل، مو هذا الموضوع. الموضوع أن توصية اللجنة، توصية اللجنة هي كانت توصية المجلس عندما ذهبت إلى مجلس النواب. صح، توصية المجلس، فهي توصية المجلس. نعم. وليس توصية اللجنة. في الحال الآن لما ذهبت إلى اللجنة. نعم. اللجنة عليها أن توصي بشيئين. نعم. يا التمسك بتوصيتنا كما ذهبت إلى مجلس النواب، أو التوافق مع مجلس النواب فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز أبدا أن نختلف في توصية أخرى جديدة، لا هذه ولا هذه. لا، تكلم عن نفس التوصية السابقة، هل يجوز للمجلس أن يرفض رأيه السابق؟ لا 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 يجوز، لا يجوز. يجوز يرفض رأي السابق بالموافقة على رأي مجلس النواب بس، يعني يجوز أن يرفض التوصية بالموافقة على رأي مجلس النواب وليس بتوصية أخرى جديدة. يعني الآن ليس لنا خيار أخوان، يعني أنا أعتقد الموضوع واضح، وأنا لما سألت سعادة المستشار بس حبيت يأكد هذا الكلام، أنا بالنسبة لي واضح، وأنا أعتقد الكلام لا يجوز الآن إلا أن نذهب إلى خيارين، يا نوافق على توصية الأخوة في النواب، يا أن نتمسك بالتوصية التي رجعت لنا اللي اتخذناها في الجلسة السابقة، ولا نستطيع أن نغير حرفا أو كلمة من هذه التوصية. هذا يجب أن يكون واضح للجميع. طيب هذا أنا أعتقد واضح، يعني ها أبو فضل. أين الدكتور محمد علي حسن؟ شكرا معالي الرئيس، أنا تماما أتفق مع ما تفضلت فيه معاليك تماما. الآن توصية اللجنة هي توصية مجلس الشورى تماما، أو قرار مجلس الشورى عفوا، والتمسك بها مآل وذلك أن يرجع تطبيق القانون النافذ مؤقتا حتى أن ينعقد المجلس الوطني، وبالتالي ينتهي الأمر أن يبقى الترخيص لمدة سنة واحدة في حال التمسك أو الموافقة على توصية اللجنة. شكرا معالي الرئيس. شكرا، وهذا هو الأسلم الحقيقي. الأخ جمال فخرو مرة أخرى. يعني سيد الرئيس، في الواقع الإخوان في تقريرهم ذكروا بالحرف الواحد بأن أمامنا خيارين، قال لك الخيار الأول قبول قرار مجلس النواب، والخيار الثاني إصرار مجلس الشورى على قراره السابق. أنا اقتراحي الإخوان في اللجنة، إذا كان هم يعتقدوا من مصلحة الصيادين لكي يمشي هذا القرار كما هذا الاقتراح كما أتى من النواب
وتمديد 3 سنوات أنهم يراجعوا نفسهم، يسحبوا هذا التقرير ويؤيدوا رأي مجلس النواب، لأن الخلاف بيننا وبينهم هو في التعديلين فقط. نحن كشورى اتفقنا مع النواب على 3 سنوات، واقتنع هذا المجلس برمته ال3 سنوات العام الماضي. نأتي الآن احنا نقول بنضحي على 3 سنوات مقابل تعديلين صغيرين في المادة، واضح انهم لن يؤثروا في الصياغة. وبالتالي افهم الآن من الاخوان في اللجنة بانهم يميلون اكثر الى رأي الحكومة، الى اللي هو عدم الحاجة ان يمرر هذا القانون، وبالتالي يذهب الى ادراج المجلس الوطني. هذا هو اللي افهمه من القرار، ولا بامكانهم اذا هم متمسكين فعلا ب3 سنوات ان يسحبوا هذا التقرير ويتفقوا مع النواب ثم يأتوا برأيهم المغاير. يا أبو فراس، أبو فراس اسمع لي جيدا، الأخوة في النواب أرادوا 3 سنوات بدون ضوابط، الأخوة في النواب أرادوا 3 سنوات بدون ضوابط. أن تعطي البلديات ترخيص الثروة السمكية، ترخيص ل3 سنوات بغض النظر عن الجهات الأخرى المعنية أيضا بالترخيص للسفن. فإذا وافقنا على قرار مجلس النواب فكأن فتحنا الباب إلى 3 سنوات ومنعنا السلطة التنفيذية بأخذ رأي الجهات المختصة الأخرى، فليس لنا إلا أن نتمسك بقرارنا السابق، قرار المجلس، وبالتالي يذهب إلى المجلس الوطني إذا انعقد، وتبقى الحكومة تطبق القانون القائم واللي هو 1 سنة فقط، وهذا هو الأسلم. أنا أعتقد يجوز أن احنا يعني يجب أن نكون واضحين في هذا الجانب. ورجعة إلى اللجنة كما اقترحت يعني سيزيد الطين بلة. طيب عندي 2 أيضا طالبي كلام، من الأخ صباح الدوسري. شكرا سيدي معالي الرئيس. أولا أبغى يسعد صباحكم بخير. أمانة أنا ما حضرت يعني مناقشة هذا، لكن لدي مقترح بسيط إن شاء الله نقدر. أولا لازم نفرق بين سنة التجديد وسنة المحافظة على البيئة، لأن لدينا يعني في جهتين مختلفتين. حفر السواحل الله يجزيهم خير قائمين باجر يشكرون عليه، والجماعة الحين بوزارة المواصلات إن شاء الله بيقومون. أنا لدي مقترح بأن 3 سنوات تطبق على القوارب والسفن الجديدة، وبعد 3 سنوات يصبح إلزامي تجديد سنة. أنا يعني سيدي معالي الرئيس أعرف أن التعديل غير مرغوب، لكن هذه معمول في يعني إدارة المرور والترخيص. السيارة الجديدة 5 سنوات لا تحضر للمرور بل تسجل إلكترونيا، وأنا أعتقد أن 3 سنوات حق قوارب أو سفن جديدة ممكن القبول بها، وبعدين لازم إلزامي كل سنة. شكرا. احنا أخ صباح مشكور على اقتراحك، ولكن احنا أمام نصوص قانونية واضحة، ليس لنا مجال اليوم بمناقشة أي إضافة أو حذف من اقتراحنا السابق. يا نتوافق مع النواب يا نتمسك بقرارنا السابق، وهذا هو اللي الواضح من خلال كلام الأخ المستشار القانوني والأخ سعادة الوزير، و لا يجوز أبدا أن نغير شيئا تماما، وبذلك سنختلف مع الأخوة النواب وسيبقى القانون ساري كما هو اليوم ولمدة 1 سنة، وأنا أعتقد هذا هو الأسلم. على كل أعتقد الموضوع قد أشبع بحثا، والآن ما لنا إلا التصويت على توصية اللجنة. الموافقون على توصية اللجنة بالتمسك بقرارنا السابق، وأيضا وما أجراه من تعديلات بجلسة المنعقدة في 5 مايو 2019.
أغلبية موافقة أو تقريبا أقدر أقول إجماع. على كل مشكور، ومشكور يا رئيس اللجنة ويا الأخ نائب رئيس اللجنة والمقرر وأعضاء اللجنة على جهودكم الذي تبذلونها في دراسة مشاريع القوانين. مشكور أبو محمد. إذن ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. الأخ ياسر تفضل. شكرا معالي الرئيس. أطلب تثبيت تقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تفضل. رأي اللجنة: تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 وكشف مناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة المالية سابقا بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020 بخصوص إعادة نظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من فصل التشريعي الخامس، وطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته والدراسة التحليلية المعدة بتكليف من اللجنة لسعادة الأستاذ رضا فرج نائب رئيس اللجنة، كما طلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعلى مذكرة مقدمة من استشارين القانونيين للجنة، وتجرب الإشارة إلى أن الحكومة الموقرة أحالت الحساب المذكور إلى مجلس النواب الموقر بتاريخ 31 مايو 2018 في دور انعقاد العادي الرابع من فصل التشريعي الرابع، في حين أصدر مجلس النواب قراره بعدم اعتماد بتاريخ 21 أبريل 2020 في دور انعقاد العادي الثاني من فصل التشريعي الخامس. وتقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية على الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة تطور ملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة، إلا أنها ترى أنه لا تزال هناك بعض الملاحظات على الحساب الختامي توجز في النقاط الآتية. ملاحظات اللجنة: ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة 1 من القانون الميزانية العامة الصادر مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002. 2- أن الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتي بشكل موحد، حيث تم تسجيل إيرادات النفط والغاز والإيرادات الحكومية الأخرى على الأساس النقدي أي الأموال المستلمة، في حين تم تسجيل مصروفات على الأساس النقدي والاستحقاق. إضافة إلى ذلك، فقد تم إعداد حسابات مؤسسات والشركات التابعة للدولة على أساس الاستحقاق، مما يثير تساؤلاً بشأن مبدأ المماثلة الكونسيستنسي. ومن ثم تأكد اللجنة ضرورة توحيد الأسس المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية. 3- تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد الوطني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لا يزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، وعليه تأمل اللجنة من الحكومة وضع الخطط والبرامج الواضحة لزيادة الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع وتنويعها لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفادياً لمخاطر تقلبات أسعارها وانخفاض تلك الإيرادات. 4-
يعتبر ترشيد الإنفاق من السياسات التي تتخذها الحكومة الموقرة ضمن سياستها المالية، إلا أن اللجنة لم تستطع الوقوف على ما تم تحقيقه في هذا المجال، لا سيما أنه ما زال هناك تجاوز في المصروفات المتكررة، نفقات الخدمات ونفقات الصيانة. وتوصل اللجنة الحكومة الموقرة بمراعاة قانون الميزانية العامة واللوائح والقرارات المتعلقة. 5. إن من أهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة الميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، والتي كان عليها في السنوات الماضية، والتي يمكن عند تعزيز الملأ والتي يمكن عندها تعزيز الملأ المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها. إلا أن الدين العام في تزايد مستمر، مما يؤثر سلبا على قدرة الدولة في تحقيق الرؤية الاقتصادية. وترى اللجنة أن العلاقة بين معدل نمو الدين العام ومعدل النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمة الدين يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الصارمة. وتبدي اللجنة هذه الملاحظات فإنها تثمن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وتوصل المجلس الموقر بموافقة على اعتماده. شكرا جزيلا. الدكتورة جهاد الفاضل، تفضلي. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهني، وهم كما عودونا في تقاريرهم اللي تتسم دائما بالمهنية والاحترافية العالية. لكن معالي الرئيس، ليس من المعقول ونحن في نهاية 2020 وعلى مشارف 2021 ونناقش الحساب الختامي لعام 2017، يعني أي بمضي أكثر من سنتين على هذا على الحساب الختامي. فيعني حتى ملاحظاتنا معالي الرئيس أعتقد الآن ما لها أي أهمية. فاللي أتمناه من اللجنة الموقرة في مثل هذه التقارير الهامة إنهم يعني ما يأخرون عرضها على المجلس حتى نقدر نبدي ملاحظاتنا. وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ جمال فخرو، تفضل. شكرا سيد الرئيس. بالحقيقة سيد الرئيس، عندي مجموعة ملاحظات أوجهها للزملاء في اللجنة وربما الأخوان في وزارة المالية إذا كانوا موجودين معنا على الخط، نحاول نسمع أيضا رأيهم. طبعا أشار التقرير بأن تكاليف الإنتاج في حقل البحرين ارتفعت 40%، ولكن لم يحدد لنا التقرير ما هي أسباب هذه الزيادة. الإنتاج تكلفته 40% معناته انخفاض أرباح حقل البحرين بهذه النسبة، والسؤال هو لماذا هذه الزيادة في التكاليف وما أسبابها؟ نفقات الصيانة سيد الرئيس زادت ب 66%، أيضا لم يجد في التقرير ما يبرر هذه الزيادة، والمبلغ كبير، المبلغ ليس بمئات ألوف إنما بالملايين، والسؤال لماذا لم تدرج في ميزانية الحكومة تلك النفقات المعروفة إذا كانت معروفة، أو أنها استحدثت؟ وبالتالي على الأقل نسمع من الأخوان في الحكومة واللجنة ما هي أسباب هذه الزيادة. على العادة مع الأسف الشديد، مشاريع ميزانية المشاريع وإن كانت قد خفضت العام في تلك السنة إلى تقريبا بس 10% من إجمالي الموازنة، إلا أنها لم تنفق بالكامل أيضا، إنما أنفق منها 83%. نحن لسنا مع توفير ما يخصص، نحن مع صرف ما يخصص، وبالذات ما يتعلق بمشروعات بميزانية المشروعات، لأنها تنفق في الاقتصاد الوطني وتحرك الاقتصاد وتخلق بنية تحتية وأساسية تساعد الدولة على تحقيق أهدافها. وبالتالي لم أجد في التقرير ما يشير إلى أسباب عدم إنفاق المبلغ بالكامل. شكرا جزيلا. الأخ أحمد الحداد، تفضل. شكرا مع الرئيس، صباح الخير جميعا. طبعا الشكر، كل الشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير بخصوص الحساب الختامي للدولة
31 ديسمبر 2017. طبعا مع الرئيس أود فقط أن أشير إلى التوصية رقم 3 في تقرير اللجنة، والتي تقول بأن الدولة لم تستطع من خلال العام 2017 أن تنوع من مصادر الدخل، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على موارد النفط في جميع حالات المصروفات. مع الرئيس يعني هاي نقطة جدا مهمة، في كل حساب ختامي المجلس الموقر يناقش هذه النقطة، وليس هناك كثير من التقدم لتنويع مصادر الدخل. مع الرئيس 1975 لما كانت ما تسمى بالطفرة النفطية، كان هناك في البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي وفرة مالية كبيرة، كان مفروض من هذه الدول أن تستغل هذه الوفرة في إنشاء مثلاً أو أخذ التعليم المهني والعلمي والانطلاق إلى ثورة صناعية حقيقية، لأن تلك الفترة كانت هي الفترة الذهبية اللي كان يستطيع الدول بما فيها البحرين والدول الخليج يستفيد من هذه الطفرة. طبعاً لا أحد ينكر مع الرئيس بأن بعض دول مجلس التعاون مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين كذلك أنشأت مصانع كثيرة وأنشأت البنية التحتية من جسور وشوارع وبناء محطات كهرباء وغيرها، هذا طبعا يحسب لهذه الدول، ولكن مع الأسف لم تستغل هذه الدول بشكل صحيح، والاستثمار في التعليم المهني لتنويع مصادر النفط. ونحن الآن مع الرئيس نواجه مشكلة كبيرة. اليوم في 2014 كان سعر النفط 140 أو 104 دولار، اليوم 34 دولار. شكرا. رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وطبعا أشكر الأخوان على ملاحظتهم، أشكر الأخت الدكتورة جهاد على ما تفضلت به بالنسبة إلى مناقشة حساب ختامي للسنة المالية المنتهية في 2017. فعلا عندها حق لما تكلم وتقول والله إحنا اليوم نناقش هذا الحساب الختامي، وإحنا في خلال أيام إن شاء الله راح نستلم ميزانية الدولة ل 2021-2022. بس أنا حبيت يعني أكد للأخت جهاد، وأحب أكد لأعضاء المجلس، أن اللجنة المالية في مجلس الشورى ملتزمة تماماً بما جاء في المادة الدستورية، ما جاء في المادة القانونية متعلقة بحسابات الختامية. اسمح لي مع الرئيس أني أطول شوي عشان نعطي نوع من الآلية المتبعة. إحنا عندنا في مادة 113 دستورياً تقدم الحسابات الختامية إلى السلطة التشريعية في خلال الخمسة شهور بعد انتهاء السنة المالية، وفعلا الحكومة التزمت في 2017 قدمت الحساب الختامي للسلطة التشريعية، وكان هذا مع الرئيس في خلال الخمس شهور اللي هي جاءت دستوريا. قدمت الحساب الختامية إلى إخوان مجلس الشورى في 31 مايو 2018. النواب. مجلس النواب. قدمت الحساب الختامي إلى مجلس النواب في 31 مايو 2018، وإحنا في مجلس الشورى استلمنا قرار مجلس النواب، استلمناه في 22 أبريل 2020، يعني بعد مرور حوالي سنتين من تقديم الحكومة حسب المادة الدستورية إلى الإخوان مجلس النواب لدراسة الحساب الختامي. يعني اسمح لي اليوم الأخ جمال لما يوجه لي تساؤلات تتعلق بالحساب الختامي لثلاث سنوات مضت، وإحنا اليوم على يعني مشارف استلام الميزانية الجديدة، أننا جئنا
في دراستنا والتزمنا بالمادة اللي هو 49 من قانون الميزانية أن في خلال فترة معينة التي هي لا تزيد عن 7 شهور بين مجلس النواب ومجلس الشورى لدراسة الحساب الختامي، جئنا ونحن يعني ندرس الميزانية ودرسناها، وإنما في نفس الوقت إحنا عندنا موجود لازال دخلنا وطبقنا ميزانية 2018، دخلنا وطبقنا ميزانية 2019، دخلنا وأيضا نفذنا ميزانية 2020. الأخ نوار المحمود تفضل. شكرا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يسعد مساكم جميعا. شكرا، شكر موصول كذلك لرئيس وأعضاء لجنة المالية الاقتصادية على تقريرهم الممتاز الحقيقة. أتفق مع توصيات اللجنة طبعا في ما ذكرته، خصوصا الملاحظة الثانية اللي تحث وزارة المالية والحكومة على أساس أن تنوع مصادر الدخل في الإيرادات غير النفطية. معالي الرئيس، الحقيقة أن تنويع مصادر الدخل في الإيرادات غير النفطية عن طريق الاستثمار في السياحة، خصوصا السياحة العائلية، كذلك الاستثمار في السياحة العلاجية، والاستثمار كذلك في الثروة السمكية والحيوانية، وكذلك الاستثمار في الاستزراع السمكي، لأن هذه راح يساهم في الأمن الغذائي لجلالة الملك يحث عليه دائماً. بالتأكيد هذا التوجه يساهم في تنويع مصادر الدخل أولاً، ثانياً يوفر وظائف للشباب البحريني. كذلك معالي الرئيس، ضبط الدين العام، اللجنة ذكرت ضبط الدين العام و تحديده عند مستويات قابلة للتحكم، هذه فعلا يعني نحتاج إلى مش عارف يعني وزارة المالية تضع خطة أو خطة زمنية لعلاج هذا الدين العام وعدم تركه يتفاقم، لأن احنا اعتقد وصل 100% في سنة 2020. أعتقد أن نحتاج إلى خطة أو استراتيجية لضبط الدين العام. شكرا معالي الرئيس. بسام بن محمد تفضل. شكرا معالي الرئيس، ما راح أضيف كثير، لكن اللي حبيت أقول أن أعتقد كلنا متفقين اليوم على أهمية الحسابات الختامية، مو لحالها إنما أهميتها في وقتها، إذا جاءت في وقت متأخر فقدت كثير من قيمتها اللي احنا نقدر اثناء مناقشه الميزانيه اللي تليها بالامكان الاضافه فيه. فاهميه الحسابات الختاميه اعتقد اليوم الكل متفق عليه. ما حبيت اني اضيفه معالي الرئيس، ايضا في 2018 تجدت وتحولت امور كثيره، سواء في طريقه اعداد الميزانيه، اسعار النفط، امور كثيره تبدلت في 2019. ايضا لا ننسى مساله برنامج التوازن المالي ايضا، اللي من خلاله وجدنا دعم للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك في دولة الكويت. هذه برنامج التوازن المالي أيضا له انعكاسات إيجابية جدا على الميزانية. يعني احنا اليوم لما نناقش ميزانية 2017 وضعها يختلف تماما عن الميزانيات اللي تلت برنامج التوازن المالي. كثير من الأمور تحسنت وتطورت، بالذات في مسألة تقليص العجز. أيضا اليوم إحنا في 2020 مع جائحة كورونا أيضا أمام معطيات مختلفة تماما، بالإضافة إلى برنامج التوازن المالي عندنا أيضا جائحة كورونا اللي أيضا راح تلقي بظلالها على الميزانية القادمة للسنتين القادمتين. فأهمية الحسابات الختامية جدا مهمة، المعطيات اللي ننظر فيها وندرس فيها الحساب الختامي أيضا مهمة، يجب أن تأخذ بين الاعتبار. شكرا معي رئيس. أخوان، بعد هذا النقاش الطويل أنا أعتقد بأن يجب أن نتمثل بالقول تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. الآن أتانا الحساب الختامي متأخر فترة طويلة، ولكن أعتقد بأن الكلام اللي ورد على لسان الأخ النائب الأول
الأخ جمال فخرو كلام مهم، وإذا ما استفدنا منه في عام 2018 يجب أن نستفيد منه في عام 2019، ويجب أن يطرح، ويجب أن تكون الأسئلة واضحة، ويجب أن يثبت في التقرير. وإلا أنت بترفع تقرير وبتقول إحنا موافقين بدون أن تطرح أسئلة جوهرية مثل ما تفضل الأخ جمال، أنا أعتقد بيكون هذا التقرير ناقص. يعني مع شكري وتقديري للجنة وجهودهم اللي عودونا دائما أن تكون مستوفاة، ولكن هم ذهبوا إن هذا التقرير عفى عليه الزمن، وبالتالي يجب أن لا نضيع الكثير من الجهد والوقت فيه. بس أنا أعتقد هذا الكلام ليس للماضي، هذا الكلام إلى المستقبل. فأنا يعني أخوان ودي أقترح اقتراح وإن شاء الله توافقون عليه. أنا أقول كل هذه الأسئلة اللي طرحت يجب أن يعاد طرحها على الأخوة المسؤولين في وزارة المالية، مع تقديرنا الكبير لوزارة المالية وعلى رأسها معالي الوزير وما يقوم فيه لمحاولة حل الوضع المالي والاقتصادي التي نتعرض له جميعا وعلى صعوبته. ولكن أنا أعتقد أن احنا لكي نساعدهم أيضا في جهودهم يجب أن نطرح هذه الأسئلة. فأنا أقترح أخوان إذا كان توافقوني هذا، أن يعود التقرير إلى اللجنة، وأيضا تقرير 2018، وتطرح كل هذه الأسئلة، ويجب أن يتضمن التقرير الإجابات من قبل الدولة على كل يعني إجابة. ولذلك أنا أعتقد أن هذه بتكون وثيقة فعلا احنا راح نرفعها مع مبدئية موافقتنا على التقرير، لأن أنا أعتقد بأن هذه مسؤوليتنا كسلطة تشريعية أن نكون يعني صادقين في مناقشتنا مثل هذه المواضيع، وأيضا نحاول بقدر الإمكان أن تكون هذه التقارير ذات قيمة مع تعاوننا الكبير مع السلطة التنفيذية ومع الوزارات المختلفة التي دائما نحاول بقدر الإمكان أن نرتقي بمستوى الأداء، لأن هذه مسؤولية الجميع الحقيقة، مسؤولية الجميع وخاصة في هذه الظروف الصعبة. فلذلك أنا يعني أتقدم بهذا الاقتراح إذا كان الأخوة أيضا في اللجنة يوافقون، أن احنا هذا التقرير والتقرير اللي يليه يجب أن يدرس بعناية، وتكون فيه توصيات على الأقل ل 2019 إلى 2020، حتى أيضا نستفيد فعلا. يعني هو طبعا كلها ستبقى توصيات، وأنا أعتقد الحكومة دائما تأخذ بعين العناية والاعتبار توصيات السلطة التشريعية. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لرئيس أعضاء اللجنة مرة أخرى. معالي الرئيس، أنا بس بالعودة إلى المادة الدستورية المعنية، فهمي الشخصي وأتمنى أن أكون مصيب في ذلك، في أن اللجنة تنتهي من مناقشة الحساب الختامي وترفع مجموعة من الملاحظات، ملاحظات طبعا مجلس الشورى ومجلس النواب، وهذه الملاحظات تكون مفيدة إلى السلطة التنفيذية في السنة التي بعدها. وأعتقد دور اللجنة، وقد أكون مصيبة ومخطئ بذلك يعني، ولكن هذا ما أعتقد، دور اللجنة عندما تذهب وتناقش بعد ذلك يعني انتهاء التقرير السنة التي تليها، يعني تقارن، تجد هل هذه الملاحظات قد أخذت في عين الاعتبار ولا لا، وهي ليست توصيات، هي ملاحظات. الآن هي تأخذها على جانب التوصية، ولكن توصيفها القانوني هي ملاحظات. الآن ما أريد أن أقوله معالي الرئيس يعني بشكل يعني أعتقد بأن عودة التقرير إلى اللجنة وتضمين ملاحظات هو أمر جيد أكيد، ولكن ما هي الفائدة العملية على أرض الواقع منه؟ اللجنة انتهت في تقريرها، هناك مناقشة، تم تضمين هذه المناقشة ضمن يعني جدول أعمال اليوم، ستكون موجودة في المضبطة مثل ما تفضل الأستاذ بسام بن محمد.
الأهم هو عندما نناقش يعني 2018 و 2019 أن نرى هل هذه الملاحظات أخذ بها في عين الاعتبار ولا أنها ستكون بعدها 3 سنوات. عموما فهمي مع الرئيس والأمر للمجلس الموقر بأنه أن نصوت على تقرير اللجنة اليوم ولا يعود، لأن الملاحظات يعني سيكون هناك استحالة من تطبيقها في العام الذي بعده، لأن أوردي يعني تم إرسال الحساب الختامي، وفي 2019 كذلك مرت السنة المالية. وبالتالي أنا مع الرئيس مع والأمر لمجلسكم الموقر أن نصوت على تقرير اليوم، وهذه الملاحظات تظل عند اللجنة عندما تناقش تقرير 2018 وكذلك الحساب الختامي ل 2019، وأن لا نعيد التقرير للجنة، لأن الملاحظات سترسل إلى من؟ إلى الجهة الحكومية. ما الجهة الحكومية يعني سنة 2018 و2019 أرسلت كذلك أو لديها حسابات ختامية مستقلة، والأمر لمجلسكم على الرئيس. على كل الأخ خالد المسقطي، احتراما لوقت المجلس واحتراما لكل يعني الآراء اللي طرحت وبدايتها مع الرئيس اللي التوجيه اللي تفضلت به، رأي معالي وزير شؤون المجلسين أنا أقبل بأن استرجع التقرير، ولكن في نفس الوقت يعني أطلب الأخذ الاعتبار في الأخير احنا نعطيكم بملاحظات، وكنت أتمنى من الإخوان الحاضرين لأن ما عندي علم من هو حاضر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اليوم كان عنده موجود الإجابات الوافية يجيب على الاستفسارات اللي طرحت، وأنا ما شفت لك أي استفسارات أخرى غير استفسارات الأخ جمال. مع الرئيس نسترجع التقرير. جزاك الله خير. الموافقون على طلب رئيس اللجنة واللجنة استرداد التقريرين الحسابين الختاميين ل 2017 و 2018 وموافاتنا بتقارير أخرى في فترة، نقول أسبوعين، نعطيكم أسبوعين ولا ما تحتاجون أكثر أظن. فإذا عندي أنا الموافقون تقريبا يعني 33 وغير الموافقين 2، وإن شاء الله يعني أغلبية موافقة، ونعطيكم أسبوعين إن شاء الله لموافاتنا بالتقارير المعادة. شكرا أخ ياسر. عندنا الحين الموضوع الأخير هو تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء سعادة الدكتور أحمد سالم العريض وسعادة الدكتور محمد علي الخزاعي وسعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي وسعادة السيد جمعة محمد الكعبي وسعادة الدكتور محمد علي حسن. الأخ المقرر تفضل. أطلب تضمين التقرير في مضبط الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة. أغلبية أو إجماع تقريبا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تدارست اللجنة السابقة تقرير اللجنة السابقة بشأن الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض والدكتور محمد علي الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي وجمعة محمد الكعبي والدكتور محمد علي حسن علي بعد إعادته للجنة بناء على طلب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يهدف اقتراح إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية الذي يتألف من 11 مادة فضلاً عن الديباجة
إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق توفير الإعداد الفني العملي والعلمي لخريجي الطب الذين يعانون من شح الوظائف الطبية، كما يهدف إلى رفع مستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الاختصاصي أو الاستشاري في فروع الطب وطب الأسنان والخدمات الطبية المختلفة، ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي وضمان المستوى الطبي والفني للأطباء، ووضع معايير الاعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب، وتنظيم الندوات الدراسية والدورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للاختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على فكرته وجواز نظره وفقاً للمادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً، يحرص الاقتراح بقانون على ضمان تحقيق العديد من الأهداف التي تضمنها الدستور البحريني في المواد 4، 7، 8، 10، و13، حيث أن إعداد الأطباء وتأهيلهم وتدريبهم يندرج ضمن دعم التعليم وضمن تكافؤ الفرص وتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية للمواطنين، ويعمل على تعزيز الحق في الرعاية الصحية من خلال تأهيل العاملين في المجال الطبي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطاع الطبي وخدمات الرعاية الصحية، ويعزز توفير فرص العمل للمواطنين. ثانياً، يتفق الاقتراح بقانون مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي أكدت على أهمية رفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وتحسين جودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة وتوفير نوعية عالية من التدريب على المهارات التطبيقية والمتقدمة المطلوبة لتعزيز القدرة التنافسية العالمية. ونصت على أنه ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي في الحفاظ على عمالنا المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية. ثالثاً، يساهم الاقتراح بقانون في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والتشريعات التي تحكم قطاع العمل الطبي والصحي، ومنها المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2019، والذي أوجب على المؤسسات الصحية الخاصة إعطاء الأولوية في التوظيف للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات اللازمة. ويلعب الاقتراح بقانون دوراً مهماً بالمساعدة في تحقيق التأهيل والتدريب الطبيين المطلوبين، مما يؤدي إلى زيادة فرص الحصول على أفضل الفرص العلمية والمهنية، ويسهل من انخراط الأطباء حديثي التخرج في سوق العمل، وبالنتيجة يعزز تنافسية الطبيب البحريني ويجعله الخيار الأفضل في التوظيف. رابعاً،
إن وجود مجلس أعلى للدراسات والتدريب في المجال الطبي يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة ويساهم في رفع المستوى العملي والعلمي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة ويعزز فرصة تأهيل خريجي الطب للحصول على شهادات عليا مهنية من المؤسسات الطبية العربية والدولية والحصول على شهادة الزمالة والبورد العربي والدولية الأخرى مما يوفر لمملكة البحرين موارد بشرية وطنية ويقلل من فرص الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية باستثناء الخبرات الطبية. توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء وأعمال لنص المادة 94 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض والدكتور محمد علي الخزاعي وفؤاد أحمد الحاجي وجمعة محمد الكعبي والدكتور محمد علي حسن، والأمر معروض على المجلس الموقر للموافقة عليه. شكرا جزيلا. نفتح باب النقاش. الحقيقة راح أعطي الكلمة للدكتور محمد علي الخزاعي لأنه طلب الكلمة قبل الجلسة فله الأولوية. تفضل دكتور محمد. التحية لكم وللإخوان أعضاء المجلس وبوجه خاص لجنة الخدمات برئاسة أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل لجهودها في إعداد هذا التقرير. سيد الرئيس، لا بد أن معاليكم تتفقون معي في أن تقدم الأمم يقاس بمدى تقدم الخدمات وجودتها في مجالي التعليم والصحة. ونحن في مملكة البحرين نشكر القائمين على الخدمات الصحية من خلال ما يقدمونه من أجل العناية بصحة المواطنين. ولا بد أن نبين أن تقدم الخدمات لا يكتمل إلا بتوفر الأعداد المؤهلة من الأطباء والأخصائيين. لذا فإن هذا المقترح بإنشاء مجلس أعلى للتدريب في المجال الطبي يعتبر ضرورة لتأهيل الكوادر الطبية لما له من دور يساهم في تحسين الخدمات الطبية في البلاد. إن تدريب الكوادر الطبية خصوصاً حديث التخرج وتأهيل العاملين للحصول على مؤهلات عليا من خلال تدريبهم يساعد في النهوض بجودة هذه الخدمات. سيد الرئيس، لا بد لنا أن نشكر اللجنة لهذا التقرير الذي يصب في نفس ما يفكر فيه مقدمو الاقتراح، والشكر موصول أيضاً للدكتور أحمد العريض ومقدمي الاقتراح. يرجون أن تتم موافقة مجلسنا الموقر عليه تأكيداً لرؤية البحرين المستقبلية 2030. شكراً سيد الرئيس. الأخ جمال فخرو، تفضل. شكراً سيد الرئيس. سيد الرئيس، يسمح للزملاء مقدمي الاقتراح ربما أن أختلف معهم في رأيهم. يعني هو السؤال، لماذا هذا المجلس؟ لم أجد في الحقيقة لا في مذكرة ولا في الرأي من الأخوان في اللجنة لماذا نحتاج إلى هذا المجلس. هل هناك فعلا غياب الآن في حكومة البحرين؟ لا توجد عندنا هيئات أو مؤسسات في الحكومة تؤدي هذا الدور، أم فعلا توجد إنما تحتاج إلى تنظيم؟ أنا برأيي الشخصي إن الخدمة الطبية في البحرين كما هي معروفة وبمجالات التدريب والتعليم والمعرفة موجودة بشكل منتظم، وهناك هيئات مثل نهرة من جهة، مثل المجلس الأعلى
للخدمات الطبية من جهة أخرى، هم يضعون كل هذه الشروط. اليوم ما في دكتور يمكن أن يعمل دون أن يقضي ساعات معينة في التدريب السنوي، وهذه الساعات المعينة تكون معتمدة من جهة أخرى وتقدم إلى نهرة للتجديد السنوي للحصول على الترخيص الخاص به. هل فعلا نحتاج إلى إنشاء مجلس أعلى للدراسات الطبية تكون فيه وزيرة الصحة عضو، معناته أن هناك أعلى من وزير الصحة يرأس هذا المجلس، أما نائب رئيس وزراء أو رئيس وزراء أو إلى آخره؟ هل فعلا نحتاج؟ يعني هي النية جميلة والنية طيبة، والنية قد يعني قد الزملاء الأعضاء كتبوها وأنا أتفق معهم، نحن نهتم بالتعليم والتدريب. الدكتورة ابتسام الدلال تفضلي. قد أعتقد أنني سأدلو بدلوي في هذا الموضوع. دعني أذهب قليلا إلى قبل عامين، كانت هناك مبادرة وطنية بالشراكة بين عدة وزارات وبين بعض الجهات الحكومية من أجل تدريب الأطباء الحديثي التخرج، من أجل أن نعطيهم عامين من التدريب ليكونوا ركيزة يعني تستقطب المؤسسات الحكومية والخاصة، تستقطبهم للعمل فيها. هذا الاقتراح مختلف تماماً، لا يتعلق بالنهرة، قد يتعلق طبعاً لأنه النهرة هي جهة رقابية، هي جهة رقابية من ضمن الرقابة التي تعملها النهرة أنها تراقب يعني التعليم المستمر لدى الأطباء ولدى الكوادر الطبية. وهذا الموضوع قد يخص المجلس الأعلى للصحة، قد يكون هناك يعني بادي أو جسم يطلع من المجلس الأعلى للصحة ممكن أن يقوم بهذا العمل. دعني أستعرض بعض الأمور هنا، أن التحديات طبعا في تسارع التطور الصحي في العالم في القطاع الصحي وأيضا بالنسبة للتنمية الاقتصادية، هذا الاقتراح، أنا أشكر مقدمي الاقتراح على هذا الموضوع لأنه يصب في التنمية الاقتصادية بالنسبة إلى 2030. علينا أن نوفر في البحرين الاختصاصات الدقيقة لتعزيز القدرة التنافسية الدولية. هذه التخصصات الدقيقة سوف تستغربون عندما أقول لكم لا تشمل فقط الأطباء، دعني نوم الآن من الأطباء سأعود إليهم. هذه الاختصاصات تشمل كافة فئات الكوادر الصحية. إلى يومنا هذا لا يوجد في البحرين في المملكة أي جهات أكاديمية تدريبية لفنية التعقيم، مكافحة العدوى، فنية السمع والبصريات، اختصاصية علاج النطق، فنية التخدير، فنية أمراض القلب، فنية التوصيل العصبية لجميع العمليات المعقدة، مساعدي طب الأسنان والقائمة تطول. فقط مساعدي طب الأسنان اليوم نحتاج إلى 1000 خريج، لا يوجد لدينا أي خريج في البحرين. الأخت منى المؤيد تفضلي. شكرا سيد الرئيس. طبعا بعد ما سمعت كلام الأخوان يعني ودي أبدي رأيي إن هذا الاقتراح مهم جدا جدا للبحرين، وهو يعني التدريب والاهتمام بالأطباء، وطبعا إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية إذا ما كان موجود حاليا من قبل أي هيئة أتصور إنه من الضروري إن نخلقه. طبعا أشكر الدكتور أحمد سالم العريب على هذا الاقتراح لأنه دائما يحب يصب اهتمامه في مصلحة البحرينيين الأطباء. طبعا نعرف أن الهدف من الاقتراح هو إنشاء المجلس الأعلى للدراسات الطبية لتحسين الخدمات الطبية ورفع مستوى العلمي لخريجي الطب في البحرين. طبعا الاقتراح في قانون مهم لخلق الكوادر الطبية البحرينية، فخلال 10 سنوات القادمة يعني لازم نهتم بتطوير أطباء البحرين، لأن يوجد في البحرين العديد من الأطباء اللي غير يعني عاطلين عن العمل.
ومثل ما نعرف كلنا يعني يوجد العديد من الأطباء الأجانب في البحرين، ولا يزال اليوم يعني إذا حتى مثل أنا كشخص أروح مستشفى الملك حمد نشوف هناك يعني العديد من الأطباء الأجانب، ولا وفي نفس الوقت يوجد العديد من الأطباء البحرينيين العاطلين عن العمل. فأتمنى لو أن الدولة عندها خطة لتدريب هؤلاء البحرينيين حتى يحلوا محل الأجانب يمكن خلال 5 سنين أو 10 سنين، يعني شيء مهم للبحرين. أتمنى أن يأتي اليوم اللي لا يوجد طبيب أجنبي في المستشفيات الخاصة والحكومية، وأن لا يوجد أي طبيب بحريني عاطل عن العمل. وشكرا. شكرا جزيلا. الدكتور أحمد الحريض تفضل. الاقتراح الذي بقانون الذي قدم لكم في المجلس لإقراره هو لإنشاء هذه الهيئة أو المركز للتدريب والدراسات العليا، هو الهدف الأساسي منه لتدريب الأطباء حديثي التخرج الذين كما تشاهدون معرضين إلى كثير من الضغوطات لعدم وجود شواغل لهم في المستشفيات. يوجد لدينا في البلد في البحرين في المملكة البحرين حوالي 2000 سرير طبي في 3 مستشفيات جامعية، وهو مستشفى السلمانية، مستشفى قوة الدفاع، مستشفى الملك حمد، ويوجد لدينا كذلك مستشفيين تخصصيين، يعني مستشفى القلب، مستشفى الشيخ محمد بن خليفة، والمستشفى الثاني الموجود في المستشفى ملحق المستشفى أحمد الأورام. أنا عندي هنا حوالي 2000 سرير، وسيضاف إلى هذه 2000 سرير كلها حكومية كذلك مستشفى الملك عبد الله التابع لجامعة الخليج. كل هذه الأسرة الموجودة يمكن تدريب أطباءنا حديثي التخرج فيها، ولا نحتاج لأي ميزانيات لأن هؤلاء الأطباء متخرجين يحتاجون للتدريب في هذه المستشفيات. طيب، الموافقون على هذا الاقتراح، الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح وتكليف الرئيس مع هيئة المستشار ومقدم الاقتراح بإعادة صياغته وإرساله إلى الحكومة الموقرة. أغلبية موافقة، 30 موافقين، 2 غير موافق، 1 ممتنع، وبالتالي الاقتراح يفوز موافقة مجلسكم الموقر. هذا آخر بند عندنا، وعندنا تقرير وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين حول القمة 13 لرئيسات البرلمانات التي عقدت خلال الفترة من 17 ل 18 أغسطس 2020 بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي وبالتعاون مع الأمم المتحدة وبرلمان النمسا. هذا يعني تقرير الشعب هو مجرد ل يعني علمكم واطلاعكم عليه، إلا إذا كان هناك أي ملاحظات أو تعليق عليه، وإذا لم يكن فنعتبر أن جدول أعمال الجلسة قد انتهى، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وبهذا أرفع الجلسة.